مرحبا يا معز، تحية ليك ولكل السادة المشاهدين والمستمعين. بالفعل احنا في مكتب السيد ولي تونس يعني كمال الافقي يعني للاستفسار حول المنع لجبهة الخلاص الوطني في مظاهرة يوم الاحد. مرحبا بك سي كمال لإذاعة الديوان افام. مرحبا بك، مرحبا بالديوان افام، مرحبا بجمهوركم العزيز. مرحبا. نبدأ بالمستجدات، علاش منعت مظاهرة جبهة الخلاص الوطني يوم الاحد القادم؟ جبهة الخلاص الوطني هذه الوضعية متاعها صارت غير واضحة، وتقدموا بمطلب لم يوضح طبيعة المظاهرة اللي يحبوا يعملوها. شنية جبهة الخلاص أصبحت غير واضحة؟ غير واضحة في تركيبتها، وغير واضحة في قيادتها. قياداتها مشمولين بتتبع جزائي في جرائم خطيرة، الشعب التونسي كله يعرف هذا. ذي شبهة؟ طبعا احنا نحكيه على شبهة، هنا نحن في مرحلة تحقيق نتحدث عن الشبهة، ولكن الشبهة تصبح شبه متأكد وقت اللي ثم إجراءات استثنائية. لذا ولاية تونس عليها التريث في التعاطي مع المسيرات اللي باش تقوم بها الجبهة، وتوضح نفسها الجبهة هذه. هي جبهة ما عندهاش وجود ثابت، لأنه أطرافها متحولة وقياداتها متحولة. وكيف طلبت باش نعمل مسيرة وكهو، شنو تعمل مسيرة يوم بعد؟ وحضر لي بالله، حضر لي منصة. إيه شنو حضر لك منصة؟ هذا كلام. شو باش تعمل أنت ساعة؟ شنو باش تقول؟ شو باش تحكي؟ هي مسيرة للتنديد بالإيقافات هذه بتاع قيادات الجبهة فيما يخص القضية ما تعرف في هذه، والتنديد ومطالبة بإطلاق سراح. يقولوا ثم قضاء يقضي. ثم معترفين بالقضاء ولا؟ شوف الناس هذوما، ثم الخطاب انحدر إلى مستوى عدم الاعتراف بالسلطة القائمة باعتبار أنهم متشبثين بدستور فاقد الصلاحية وملغى دستور 2014، وهم لا يعترفون بدستور 2022 اللي صوت عليه الشعب بأكمله، وأتيحت الفرصة لكل حوالي 30%. لا تتاح الفرصة في الانتخاب بكل حرية ونزاهة وشفافية ومراقبة، معناها قولوا نحن محلية وأممية وفق القانون، وعليهم أنهم يتقدموا. إذا ما تقدموش ما اخترناش النظام الإجباري، نحن نتمنى، أنا شخصيا نتمنى نظام إجباري الاقتراع، ولكن ما عندناش نظام إجباري الاقتراع. بالتالي الحرية هذه أعطت أن الشعب التونسي خرج لك بنسبة بعدد 2,450,000، وهي نسبة محترمة في معناها قولوا نحن الاستفتاءات على الدساتير، هي نسبة محترمة ومحترمة جدا. ونرجع معناها للانتخابات اللي تمت بعنوان انتخاب مجلس تأسيسي، يتفضلوا ورينا معناها إذا كان ثم حاجة معناها أكثر من هذا. هم يعني تقريبا الجبهة والمكونات مش معترفين بالمسار، مش كان بالدستور كه، وهم ينظموا من أجل أنه العودة لما قبل 25 ربما أي. ولكن أنت اليوم السبب الرئيسي للمنع هو يعني قضية التآمر على أمن الدولة. لا، هو ما هو التوا، هما كل يوم يثبتون أنهم هما يحبوا يخرجوا على منطق الدولة، وإحنا الخروج على منطق الدولة هو يمس بمعنى الخروج النظام العام، يخرجوا على منطقة الدولة. معناها أنت في البداية وافقت على 25 جويلية وقدمت اعتذارات وقلت راني ماضي في مراجعات جوهرية في خصوص التنظيمات الحزبية متاعي، في خصوص سلوكي السياسي، في خصوص البرامج معناها اللي نقترحها
للشعب التونسي في خصوص شكون هذا؟ هذوما كل الناس اللي كانت الأطياف السياسية التي كانت موجودة داخل البرلمان، أحزاب كانت أو جبهات ومستقلين، كلهم كانوا يقولوا في نفس الحديث، ومنهم حتى شكون عمل أحزاب جديدة وهكا ولا. لكن فيما بعد بدأت تراجعات لأنه ما توصلوش لصيغة الافتكاك مواقع. هؤلاء ما يعنيهم إلا الموقع في السلطة، إذا ما عندوش موقع في السلطة يعتبر روحه معارض. لا، المعارضة ما تقاسش بالموقع في السلطة، يمكن أن يكون عندك موقع في السلطة يحوز 30% من المواقع السياسية ومع ذلك أنت في المعارضة، ولا تخرب نهج الوحدة القومية والوحدة الوطنية والوحدة في معناها سعيد عندي مشروع حكومي كامل. سعيد عندي أكيد على الدستور الجديد، الدستور الجديد أيضا يكفل الحرية في التظاهر، الحرية في المعارضة أيضا. الحرية مكفولة، ولكن طالب بالحرية السياسية ثم أخلاق، عملني بأخلاق. أنت تعتبر المعارضة اليوم ما تعملش بأخلاق؟ لا أخلاق لها، لا أخلاق لها كل المعارضة اليوم، كل المعارضة بدون استثناء، مع كل تقدير لبعض الرموز اللي نعرفوهم معناها. لكن معناها السيد سمير ديلو البارح ردا على كلامي يحكي معناها في وين أنا؟ كوريا الشمالية. كوريا الشمالية رحمه وديك، عيب هذا. معناها نحن على كل حال أنا سمعته، نحن نراجع دروسنا كل يوم، احنا ثانيين الركبة مع أولاد شعبنا ونراجع دروسنا كل يوم في القانون وفي الدستور وفي الأخلاق وفي الحياة العامة. هو سمير ديلو حكى بمنطق القانون، بمعنى وإنه فقط فيما يخص ولاية تونس، حتى القانون عدد 69 غير معني به ولاية تونس، وبالتالي فقط عليهم إعلام السلطات الأمنية قبل بثلاثة أيام. القانون 69 يستثني كل معناتها يسمح لكل الولايات ما عدا محافظة تونس، أي ولاية تونس معناتها مش من حق الولاية اليوم تتدخل، هو قرار أمني. هو مطلب أي يتم إيداعه أو إعلام يتم إيداعه، لكن الإعلام حين يقدم عادة هو في شكل مطلب. علاش؟ لأنه سعيد عندي بعض الأسئلة. سعيد حكينا عليها فجائب القانوني، هي مادة المسيرات سعيد والتظاهرات. سعيد لأنه الآن الجانب غير قانوني، سيد الوالي تحدث نعم. السياسة ما تحدثش أكثر من الجانب القانوني. عندي ليه زوز أسئلة، خطر بعد لكي تشكون فما تفاعل كبير على البلاتو اللي قاله السيد ويلي تونس. عندي سؤال اللي يحكي عليه السيد ويلي تونس الآن هي سياسة. سيد الوالي الآن يتحدث على خطاب سياسي، يقول أحكي على الدستور ونظام إجبارية الاقتراع، وحكي أيضا على طبيعة المظاهرة، ويلزم جبهة الخلاص تعطينا بالضبط شنو باش تقول. معناها مطالبة جبهة الخلاص إنها في المنصة تعطي بالضبط شنو تقول. معناها هذا خطاب سياسي بامتياز سيد الوالي وصله سعيد. ثانيا دور الوالي نعتقد بأنه كل المواطنين في الولاية متاعو نفس الدرجة، معناها يعملهم على نفس الدرجة. هذا كلام ويقول الآن لا أخلاق للمعارضة، ما علاقة هذايا بخطة ولي تونس؟ الآن نحكيه على ولاية كبيرة كما ولاية تونس. تفضل سعيد. واضح سؤال من الأستوديو سيد الوالي معز بن غربي، يعني خطابك الآن هو خطاب سياسي أكثر منه خطاب متاع ولي تونس، يعني تقني مطالب بإنفاذ القانون، يعني من خلال ما قلت أنه مثلا طلبت من المعارض أنها تعلم حتى بشنو باش تحكي في المنصة وشكون ربما حتى المتحدثين والمظاهرة حول ماذا. يعني يعتبر أنه خطاب سياسي جبت على الدستور القديم دستور جديد. القانون يقول هذا يا حبيبي أخينا معز بالغربية الكريم، أهلا وسهلا. القانون موجود بين يديكم، تناولوه بكل الشرح والتدقيق. هذا راهو قانون نطبق فيه، هو القانون عدد 4 لسنة 69، قانون ينص يجب أن يكون لكل اجتماع، مش خلينا من التظاهرة، توجيه التظاهرات هذيك من فصل 10 فمن فوق، من فصل 9 فمن فوق. أما خلنا نحكيه وأنت تقول كيفاش هذايا معناها
التنصيصات يلزم تكون موجودة وكذا. الإعلام اللي قدموه لخيان يجب أن يمضي عليه الشخصان على الأقل يتمتعان بحقوقهم المدنية ويقطنان بالمنطقة التي يقع فيها الاجتماع، ويدلي الشخصان بالمنضيان بهويتهما الكاملة وبصفتهما وعنوانهما. هذا ما صارش؟ باهي هذا ما ثماش ساعات في معناها مش هذا تو ما نحكيوش على الإعلام هذايا. الإعلام هذايا أنا قلت لك موضوعه لم ينعتوا، ما قاموش بنعت الاجتماع. شنو بالضبط اللي يقول عليه الفصل سعيد سبعة جكروة سعيد يا سعيد أنا قلنا من الجانب القانوني لنفترض جدلا، لكن هو الآن أعطى تبريرات أخرى يا سعيد. يا سعيد تتعهد بحفظ النظام ومنع كل مخالفة للقوانين والمحافظة على بقاء الصبغة التي ما صرح التي نعت بها الاجتماع. سؤال أخير نحب نعطي رأي في البلاتو ما خديوش ضيوفنا. كل خطاب من شأنه أن يمس بالأمن العام والأخلاق الحميدة أو يتضمن التحريض على القيام بعمل يوصف بجناية أو جنحة. هم كانوا باش يعملوا تحريض؟ طبعا ما شنو حب منين معناتها هما إذا هما ما علموش سيد الوالي بالمحتوى نتاع خطابهم تصورت باش يكون فيه تحريض باش احنا توا نعرفوا لخيان وقت اللي ثم ناس ممكن ما تعرفش ما احنا نعرف وقت اللي واحد يكتب لك طلب ما فيش تحديد ونعت للعمل اللي باش يقوم به، يعني نرى هو مساندة لفلان والا وقوفا مع فلان والا تنديدا بكذا يقول مش معناه مش سعيد فقط سؤال اخير. هل من الطبيعي ان والي تونسي في الاخر بكل اخر سؤال بإجازة شديد يصف المعارضة كلها بان لا اخلاق لها، هل هذا طبيعي تصريح من والي؟ شنو نختم معك سيدي الوالي التفاعل مع الوصف ان قلت المعارضة تقريبا كلها اليوم بلا اخلاق تتعامل بلا اخلاق، هل تعتقد انه انه طبيعي اليوم والي تونس اللي هو والي المواطنين كل اللي في تونس معتها معارضه وسلطه وغيره يثبتوا رواحهم؟ مش معقول هك، ثم حدود وقت اللي نتكلموا ولا نجاوبوا على كلام والي. انا ما قلتش حاجه خارجه عن القانون البارح باش السيد يقول لي معناها برا إلها بالكذا ودخلني في متاهات، لا يعرف يلزم يعرف شو يقول. باهي شكرا لك، شكرا لك سيد الوالي، شكرا لك سعيد الزويري في وزير حقل نقطة ساخنة.